اتفضلي يا ولاد. ميرسي يا طنط. شكرا. ايه رايك في الفيلم ده؟ رعب لسه نازل جديد. رعب؟ عايز تفرجني على فيلم رعب يا ادم؟ طب ما حلو الرعب، يعني بيعدي الاعصاب، بيطلع التوتر اللي جواكي. انتوا بقى شايف ان انا اعصابي تعبانه صح؟ لا مش كلها، ممكن نقول نصها. تعالي نتفرج على نص الفيلم.